وشها اتحرق وشعرها ولع بسبب صالون تجميل، والعريس أول ما شافها اتخلى عنها وسابها. قصة مأساوية العروسة، فرحتها اتكسرت يوم زفافها. تعالوا نشوف اللي حصل بالتفصيل من الأول للآخر. قصة حصلت لبنت في مدينة الإسماعيلية اسمها شيرين، عندها 22 سنة. كتبت كتابها وبعدها بيومين حجزت عند صالون تجميل علشان تعمل ميك اب وشعرها يوم فرحها زي أي عروسة. شيرين راحت لصالون تجميل يوم الفرح الصبح، وصاحبة الصالون قالت لها يلا يا عروسة عشان نبدأ، وبدأت الكوافيرة اللي اسمها نهى وعندها 35 سنة تحط مادة على شعر شيرين العروسة عشان تفرده وتنعمه. لحد هنا الأمور كانت ماشية كويس. العروسة بعد مرور حوالي 5 أو 10 دقايق حست إن في نار في راسها ورقبتها وودانها، فقالت للكوافيرة أنا حاسة إن في حاجة غريبة ومش طايقة المادة اللي انت حطاها على شعري. ردت عليها الكوافيرة بكل هدوء وقالت لها روحي اغسلي شعرك في بيتكم. البنت قالت ان هي سمعت كلام الكوافيرة وقالت عريسي خدني ورحنا البيت، ومامتي طلبت مني ان انا ادخل الحمام عشان تجهزني للفرح، واول لما بدأت اغسل شعري زي ما الكوافيرة قالت لي لقيت شعري كله وقع على الارض، وكمان لقيت وشي وودني ورقبتي محروقين من المادة اللي هي حطتها للكوافيرة. والمفاجأة اللي اكبر من كده ان عريسها لما شافها بالمنظر ده سابها وهرب. وعلق والد ووالدة العروسة على اللي حصل وقالوا إن بنتهم في حالة نفسية سيئة وإن عريسها هرب وساب الفرح، وقالوا إن هم خدوا بنتهم وجريوا بيها على المستشفى وحكوا للدكتور على كل اللي حصل، والدكتور بدأ يكشف على البنت وعمل لها فحوصات طبية، واكتشف إن المادة اللي حطتها صالون التجميل على شعر البنت هي السبب في الحروق اللي حصلت لها وهو شعرها لدرجة إن جلدها اتاكل، وكتب لها على علاج علشان تخف وترجع زي ما كانت بقدر الإمكان. البنت وباباها ومامتها راحوا القسم وعملوا محضر لصالون التجميل وللبنت اللي حطت المادة على شعرها، وتم القبض على الكوافيرة اللي عملت كده، وبعد التحقيقات تم إخلاء سبيلها بمبلغ مالي 3000 جنيه. القصة انتشرت على السوشيال ميديا وأثارت استياء كل الناس اللي شافوها وقالوا ازاي تعمل كده، اكيد حد مسلطها عشان تبوظ الجوازة. وحد علق على القصة وقال والله حرام عليها، ضيعت شعر البنت ووشها كمان وبوظت احلى ليلة في حياتها بالشكل ده، حتى العريس سابها وهرب، ربنا يكون في عونها ويعوضها خير. تفتكروا الكوافيرة كانت قاصدة فعلا تعمل كده في العروسة عشان تبوظ الجوازة زي ما قالوا، ولا المادة كانت بايظة وهي كانت بتلم فلوس وخلاص؟